لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. لن تصدق، أين اختفى الفنان الجزائري عيسى ستوري وكيف أصبح شكله الآن بعد مرور الزمن؟ الدنيا غدارة. سلسلة عيسى ستوري جاءت في فترة صعبة، فترة كانت تعيش فيها الجزائر على وقع يوميات الدم والإرهاب، فترة تهجم على الجمهورية في هذا الجو الذي ساده الخوف. جاءت سلسلة عيسى ستوري لتقدم متعة للناس وتكسر حاجز الخوف وتخفف عن العائلات الجزائرية من وقع الأخبار اليومية. يقول أحد أبطالها: تلك الفترة شاهدت على المستوى التلفزيون الجزائري بداية إطلاق برامج السيت كوم الخفية التي تنجز بإمكانيات بسيطة. سلسلة عيسى ستوري نجحت لأنها خاطبت الناس وكان فيها الحوار جميلا عفويا بسيطا، وكان الأداء أيضا طبيعيا. ولا ننسى أنه قبل عيسى ستوري قدم التلفزيون أعمالا تبقى في ذاكرة الجمهور مثل المفتش الطاهر ومسلسل الحريق وغيرها. في تلك الفترة كان هناك تلفزيون واحد والشعب تقريبا يفكر بنفس الطريقة، وحتى المخيلة الجماعية كانت متناغمة. اليوم تغيرت الأمور، هناك تعددية في الوسائل التكنولوجية أفرز طريقة أخرى في التفكير وقدم طرق ومقاربات مغايرة في الإنتاج التلفزيوني. وأعاد بث الدراما اليوم تتطلب حضور القطاع العمومي وانخراط القطاع الخاص الجاد. عيسى ستوري متهم بالسرقة. استغرب المخرج المسرحي شهيناز نغواش من تطابق عجيب كما وصفته بالسيناريو الذي كتبته سنة 2016 وبين سلسلة راس المحنة التي تعرض على قناة الشروق الجزائرية، سيناريو وبطولة الممثل عنتر هلال. وأوضحت شهيناز نغواش أن الأمر يتعلق بسيناريو أتبت كتابته وسجلته بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سنة 2016 تحت عنوان مير سابق، وهو سلسلة اجتماعية تصور يوميات عائلة قسنطينة بطابع فكاهي، مضيفا أنها كانت بحجة جلسات قراءة للحلقات بحضور المخرج الشاب عادل محسن وعدة ممثلين من بينهم الممثل عنتر هلال، وكان الوحيد الذي تحصل منها على نسخة من السيناريو. وقالت نغواش أنها لم تكن تنوي التحدث عن الأمر قبل التوجه إلى الجهات المختصة، ولكن الأمر لا يخصها بمفردها نظرا لوجود العديد من الأصدقاء الذين كانوا من المفروض أن يشاركوا في العمل، على رأسهم الفنان شاكر بولوم دايس الذي شهد كتابة كل الحلقات واقترح فكرة أكثر من حلقة على حد قول المتحدثة، مضيفا أن شاكر هو من اقترح اسم هانتر هلال لأداء دور البطولة. وكشفت شهيناز نغواش أنه كان من المزمع تصوير العمل في محطة قسنطينة الجهوية للتلفزيون الجزائري من طرف مخرجين شابين، مضيفة أن مدير المحطة وقتها سمير كنز استدعاها بعد قراءه العمل وأعرب عن نية المحطة في إنجاز العمل، ولكن أمور إنتاجية حالت دون ذلك من جهته. قال الفنان عنتر هلال أن التهم المنسوبة إليه غير صحيحة، وهو صاحب سيناريو مير سابق، معتبرا أنه اقترح الفكرة على شهيناز نغواش
التي كتبت نصف حلقة على حد قوله. عيسى ستوري يعود لجمهوره رمضان القادم، مش رمضان ده يا جماعة، الكلام ده من 2018. بعد غياب دام طويلا ستعود السلسلة الفكاهية الكوميدية عنتر هلال عيسى ستوري الى جمهورها خلال الشهر الفضيل القادم، وسيشارك في هذه السلسلة بطلها الرئيسي عنتر هلال في دور عيسى ستوري الى جانب نخبة كبيرة من الفنانين من شاركوا في السلسلة امثال فتيحة سلطان، كما ستنضم لهذه السلسلة في نسختها الجديدة العديد من الوجوه الجديدة من الجيل الحالي الممارس للتمثيل. نعدكم بتقديم تفاصيل اكثر عن هذه السلسلة في اوانيها. الكلام ده زي ما قلنا لكم في 2018. علي عيساوي يوقع الجزء الثاني من عيسى ستوري. كشف المخرج علي عيساوي عن بدايته التحضير لسلسلة فكاهية جديدة تعد امتداد للسلسلة الفكاهية الشهيرة عيسى ستوري، والتي كان آخر جزء يصور منها خلال العام 1998 ميلاديا، مشيرا إلى أن حميد بوري وهو كاتب نص عيسى ستوري منهمك في هذه الأيام في إعداد النص الذي سيكون جاهزا خلال ماراثون رمضان 2018، الذي سيشهد أيضا عودة الكوميديانة بيونة بسلسلة ناس الدشرة. وتحدث الممثل عنتر هلال المعروف بعيسى ستوري عن إقصائه من المشاركة في فيلم بنبو العيد، كما تحدث عن التهميش الذي تعرض له في تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية، والاحتكار الحاصل على مستوى الساحة الفنية. وعند سؤاله قلت في تصريح لك انه عرض عليك العمل في فيلم بنبو العيد، الفيلم قارب عن الانتهاء ولم نسمع عن مشاركتك بعد. اجاب نعم هذا صحيح، فقد ودعني المخرج احمد رشدي بدور في الفيلم ووزع على دور احد المجاهدين، حيث كان من المفروض ان ابدأ التصوير معهم عند الانتقال الى اماكن التصوير في باتنا، ولكن ماذا؟ المخرج لم يعاود الاتصال بي ولم يستدعيني، ولا اعرف سبب تراجعه في القرار. وعلى العموم انا لا اقرع الابواب حتى احصل على عمل فني، ما نطلبه هو فتح الابواب لنا. وبكذا يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.